صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 68 لسنة 2023 بتعيينات في وزارة الخارجية وذلك بناء على عرض وزير الخارجية جاء فيه يعين في وزارة الخارجية كل من السيد علي خالد علي العريفي رئيسا لمركز المدار السيد أحمد محمد الطريفي رئيسا لقطاع الشؤون العربية والأفريقية